وأنا جالسة أتخيل الرياض لو أنها كلها كذا أرصفة. يعني خلاص الوقت المناسب أن نعلن هذا الخبر. إيش هذا؟ حمام بقزاز؟ فيكم في بلوج اليوم. أوضح لكم من صوتي إني توني صاحي من النوم. أمس في الليل طلبت طلبات كانت ناقصة، طلبتها وصلتني الساعة 12:30. أول ما وصلتني مرة ما كان لي خلق أبدا إني أبدأ أرتب المطبخ وأحطها في الأماكن حقتها وزي كذا، فخليتها هنا فوق الطاولة وقلت بكرة الصباح معاكم لما أصحى نجلس نسولف ونسوي فطور مع بعض، ننبسط، تتفرجون في بلوجي وأرتب وأنتم تتفرجون فيني وكذا، يعني خلاص يكون في أحداث كذا ونستمتع سوا. أخذت لي ليمون، أخذت لي بطاطا حلوة أبغى أسويها فطور، أخذت هذا مربى الفراولة. خلونا أوريكم تان دلفور. دلفور هذه الشركة مرة أحبها، مرة جميلة. لما شفت هذه قلت يعني ليش ما أغير شوية من النكهة، يمكن يكون يطلع نكهة مختلفة حلوة برضو. نفس الشيء أحب مربى الفراولة يكون حالي على لذعة حموضة. أخذت لي جبن برمجان، بديل جبن برمجان طبعا، هذا البديل بديلها مرة مو صحي مرة أبدا، لكن ما أدري ليش اشتهيت هذا الطعم البديل، مرة مشتهيت ونفسي فيه، فقلت ممكن اليوم ولا بكرة نسوي فيه الغدا مكرونة كذا بالدجاج وزي كذا. طبعا الشاي المفضل اللي لحد اليوم مو راضي يسوي معاي إعلان، يعني إيش هذا؟ أبغى أسوي معاهم إعلان لأنه مرة يعني الشاي المفضل حقي للأبد. وهذا شوكولاتة هيرشيز، تدلعت وأنا أبي هيرشيز. أنتوا تعرفون قديش أنا أحب البانكيك، وما أحب البانكيك اللي أنا أسويه في البيت، حاولت كذا مرة ما أحب. أحب البانكيك، خليط البانكيك اللي من بيتي كروكر، هذا النوع أعشقه أنا ورامي، مت عليه. دائما أحب أحط عليه جيس مصاصات وأشياء زي كذا، فأخذت لي هذا شوكولاتة هيرشيز بس إنها لايت. وهنا عندي موز، الموز هذا خلاص سود وخلاص يعني قاعد يحتضر، فخليته هنا عشان أتذكر أبغى أسوي يا اليوم يا بكرة أبغى أسوي كيكة الموز اللي سويتها لكم في واحدة من الفلوقات اللي قبل. مرة لذيذة، مرة لذيذة. بحط لكم رابط الفيديو اللي سويت فيه هذا الوصفة حقت كيكة الموز بالتفصيل تحت في صندوق الوصف. الآن بسوي لي فطور. أنا لابسة الحين لبس بيت، كنت لابسة بجامة، غسلت وجهي، فرشت أسناني وزي كذا، ولبست هذا لبس البيت مرة حلو، أخذته من تطبيق ستايلي. لبس بيت كذا مريح مع برمودة قطنية كذا مريحة، تلبسينها كذا في الأيام اللي بس تبون تشتغلين كذا في البيت وجالسة وما أنتي طالعة مكان. أحط لكم رابط حقه تحت مع كود خصم اللي حابة إنها تاخذ زي ملابس للبيت وتدلع كذا وتنبسط.
بسم الله الرحمن الرحيم. رح شغل يوتيوب بجلس اتفرج عليه، ورامي يكلمني عشان جالسين نتشاور على كيف نقول لكم خبر اليوم. في خبر ان شاء الله رح اشارككم اياه اليوم، وكذا متوتر شويه ومن زمان كل مره اقول رامي يلا متى نبدا نشارك، متى نبدا نشارك الخبر. وصلنا المطعم ورامي كان يدور على الكمامة في السيارة، طلع بجيبه وانا ما شفت، طلع عنده اثنين. اخترنا احنا جلسات خارجية، جينا هذا المطعم اسمه تو ايت، اخذنا جلسات خارجية. الجو مرة مرة حلو. يلا تو ايت اور نوت تو ايت. الحمد لله خلصنا اكل ورامي راح الحمام الله يكرمكم، وانا جالسة اتخيل الرياض لو انها كلها كذا ارصفة وكلها كذا شجر. يا سلام يا سلام يا سلام، ليت كذا، وحتى كل المطاعم وكل الكافيهات يكون فيها جلسات خارجية. طبعا اصلا الجو الحين مرة صار حلو، مو زي قبل يعني، مو صيف مرة، خصوصا في الليل، عاد النهار حر مرة. بس الحين بنمشي انا ورامي وبندور لنا محل عصيرات او ايس كريم في الشارع هذا، نجلس نتمشى ونمشي. تتوقع هذا المحل الجوالات على صح على الشارع كذا، مرة حلو. شوفوا يا بنات هذا الرصيف يمتد إلى ما أدري إلى متى، وهنا كمان العكس، شوفوا إلين آخر شيء يعطي ظل حلو. يلا هنا في محلات أثاث، إيش رأيك ندخل نتفرج مرة واحدة؟ بسم الله. رجعين البيت، مشينا كثير أنا ورامي، جلسنا نسولف وخلاص وقت النوم. في اليوم الثاني، اليوم رامي بيطلع من الدوام بدري عشان نبغى نسوي الشيء اللي ما قدرنا نسوي امس. هذا الدجاج كان في الفريزر من امس وطلعته قبل ما انام امس، حطيته في الثلاجة عشان يذوب على مهله. وهذه طماطم اذا فاكرين كيف تذكرونها في بلوك تجهيز الاطعمة حقت اللي كذا تحضير الطعام زي كذا، فبسوي مكرونة كذا بالصلصة الحمراء مع الدجاج مشوي مش عارفة. كثير بنات كانوا يسألوني عن هذا التيشيرت، مرة 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 حلو، بامبي، تيشيرت بامبي ديزني اخذته. طبعا هو يجي كذا اوفر سايز، يجي كذا كبير كذا هيوج، هو موديله كذا، انا ما اخذت خيله، اصغر 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 مقاس، يمكن اكس سمول او سمول ما ادري ايش كان صار معي. اخذته من H&M، ما اعرف يمكن شهرين، ما ادري اذا بتلاقونه لسه موجود. بس يلا بسوي الغداء. بنات رامي شافني وانا اكسر السباجيتي هذه المكرونة، معصب علي، ذكرت المقاطع اللي حقت اللي في تيك توك اللي مثلا امريكية تكون متزوجة ايطالي وتشوف ويشوفها تكسر المكرونة ويعصب. سويت نفس الشيء الحين، جا رامي يقول لا تكسرينها عشان تستوي بسرعة اذا انت جيعان، شو تسوي؟ على بال ما يستوي الغداء تستوي المكرونة بالأحرى. تخيلوا أمس جلست أجمع الأشياء اللي يعني وصلتني من الشركات ولسه لحد الحين ما فتحتها. هذه ما وصلت من شركة أنا اشتريتها، هذه كلها كانت برضو وصلتني من شركة اللي هي متجر العروض الذكية، واحدة من أحلى أحلى المتاجر ما شاء الله اللي بيع إلكترونيات وزي كذا. هذه كلها الأشياء وصلتني من عندهم، وهذه وصلتني من موقع سيتروس، أرسلوا لي أقنعة، متحمسة مرة متحمسة مرة إني أجربها.
والشيء الثاني ارسلوا لي هذا الليزر، جهاز ليزر إزالة الشعر من الجسم. بنات مرة متحمسة اني اجربه، لانه يعني راح يكون اول تجربة لي للليزر اني استخدم ليزر جسمي. فابغاكم تكتبوا لي تحت في التعليقات كيف يعني استخدم جهاز الليزر المنزلي يعني في البيت، ايش اسوي، ايش الخطوات وزي كذا، ايش تجاربكم، قولوا لي عشان ان شاء الله اجربه واسوي لكم على ريفيو. وهذه شنطة وصلتني منتجات من ماركة كيكو، مكياج واشياء بلاشرات وحاجات حلوة. وهذا صندوق وصلني من موقع أيوة، موقع أيوة حبيبي من 3 سنين 4 سنين ما شاء الله احنا دائما نتعاون. هذا يرسلوا ليها بمناسبة اليوم الوطني بس لحد الحين ما فتحتها. وأيضا تخيل وصلني هذا الصندوق الكبير، والله لما وصلني استغربت قاعد أقول إيش هذا، لوحة ولا إيش، من ماكس فاكتور. شكرا مرة مرة كثير. رسلوا لي مكياج، ان شاء الله باذن الله اجلس كذا معاكم جلسه، نجلس نتفرج في هذه الاشياء، نشوف كيف شكلها. 3 درجات من الفونديشن، وهذه بودره كومباكت، متحمسه صراحه اني اجربها كلها وافتحها ونشوفها مع بعض. مره 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 شكرا 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 لكل المتاجر اللي رسلت لي هذه كلها الاغراض، مره مره شكرا شكرا، يعني ممتنه. او المواقع، مواقع ومتاجر. وبرضه كمان قبل شوي وصلني هذا الصندوق من أيوة، راح اسوي معهم تعاون على سناب شات. اللي حاب يعرف ايش موجود في الصندوق، ايش التعاون اللي راح نسويه مع بعض، تابعوني على سناب شات، بحط لكم الكود على الشاشه. المكرونه ايش صار فيها؟ طبعا كان من المفترض امس انه نسوي هذا الشيء بس انه ما قدرنا انا ورامي، الوقت كان مره متاخر بعد ما خلصنا من المطعم ورجعنا البيت على طول. اللي كنت ابغى اقوله انه ها اول مره انسى، والله اول مره انسى اني اربط الحزام، ما اربط الحزام، زعم متعوده اني دائما اربط الحزام، مستحيل يعني اول مره تنسى انك ربطت الحزام. طبعا في خبر مره مره حلو نبغى نقول لكم اياه، خبر مرة مرة حلو والحمد لله. يعني خلاص الآن يعني خلاص الوقت المناسب إن نعلن هذا الخبر، والسيطرة تحت الأمور و كنت بس بشوف ردة فعلك. الأمور تحت السيطرة والحمد لله، كل شيء ماشي كويس يعني، والحمد لله الحمد لله بفضل الله. أنا ورامي إن شاء الله بيصير عندنا بيت، ياي بيت ملك الحمد لله. جالسين إحنا نبني بيت وخلاص يعني المرحلة الأخيرة التشطيبات وزي كذا. تذكرون في فلوقاتي زمان كنت دائما اقعد اقول لكم ان شاء الله في بيت الملك، بيت الملك، بيت الملك، يعني هي كانت خطه من زمان يعني او نيه من زمان، بس خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني خلاص الحمد لله. ما ادري ايش اقول، مستحيه مره يا رامي، مره مستحيه. فالحمد لله الحمد لله، عقبالكم يا رب كلكم، كل الناس اللي تبغى يا رب يا رب يا رب عقبال، ان شاء الله يكون عندها بيت ملك ويرتاحون كذا مرتاحين يا رب يا رب يا رب. الان ايش انا ورامي نبغى نسوي؟ نبغى ندور نشوف فيلا. طبعا انا ورامي هذه خطه يعني صغنونه نبغى نسويها. زي ما قلت لكم الان احنا في مرحله تشطيبات في البيت الجديد، فقاعدين نقول نبغى ندور نشوف بيوت، البيوت الجاهزه ما شاء الله مره مره تصاميم حلوه، تشطيبات تجنن، فنبغى ناخذ افكار عارفين. وبس رامتكم، فالحين بنجلس ندور كذا نشوف كذا بيت، ما احنا عارفين لو اصحاب هذه الفيلا يعني نقدر نتواصل معهم يفكولنا الباب زي كذا، يعني اذا في حارس او تكون مفتوحه ما نعرف. فبس خليكم معنا ان شاء الله نلاقي شيء مفتوح، اذا ما لقينا شيء مفتوح يعني بنرجع البيت ناجلها يوم ثاني بكره مثلا. يعني بدايه شو اسمه، بس هذه اول وحده، اول وحده ما ضبطت، ليش؟ ممكن واحده ثانيه. لا كل بيت مسكره. تبغى تشوف هذه؟ شوف هذه. اي شيء. شوف هذه. هذه شكلها حلو ما شاء الله. سعنونا كذا، طبعا نبغى نشوف بيوت صغيره، البيت اللي احنا قاعدين نبنيه، سعنونا كذا سعنونا. مساحات يعني صغيره تكفيني كذا انا ورامي، يعني مو شيء كبير او فيلا كبيره كذا ولا قصر، لا صغنون بيت صغنون على قد انا وياه، مقاسي انا ورامي. من بعد مزح ولعب اصغر. وصلنا لاول فيلا الحمد لله، لقينا واحده مفتوحه. ياها ايش هذا؟ ما شاء الله هذا احلى شيء، الشبابيك الكبيره ما شاء الله ما شاء الله. وهذه الفكره يا رامي،
فكرة الديوانية. واو ما شاء الله تبارك الله، جنن جنن ما شاء الله، لسه ما دخلت ولا شيء. مرحبا بيك. لين فوق هذه أكيد نوافير. شوف التشطيبات حاطين هنا خشب. تكييف مركزي. طبعا أنا ورامي الحين جالسين ندقق في الأشياء التشطيبات. إحنا سوينا في البيت مكان أسانسير، ورنيم جلسة تقول لي أختي رنيم تقول لازم تسوون الدرج قزاز زي كذا، بس ما أدري محتارة يعني. بعدين كذا يدخل الشمس من كل مكان، من فوق من تحت. أوه الحين إحنا في المطبخ. قاعد أقول رامي ما أدري إيش هذا، قل هذا المطبخ عشان الشفاط فوق، لأنه ما أدري إيش هذا الغرفة. شوف الأفياش برضو. أنا ورامي الحين جالسين نفكر كيف نسوي الأفياش في المطبخ حق بيتنا، كيف يكون توزيعها يعني توزيع الكهرباء. إيش فيها كاميرتي كذا كأنها ترتجف. رامي شوف هذا هنا عندهم أكيد مخزن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مو مخزن رامي، تعال شوف إيش هذا. مطبخ إضافي. مطبخ إضافي حق إيش؟ ما فاهمه ايش هذا الشيء. شوف شفت هذا نوع البلاط، هذا النوع البلاط اللي مركبينه في بيت اهلي للحمامات. نفسه بالضبط. حلو البلاط اللي مستخدمين في الدرج صح. انت ايش رايك فكره انه نحط قزاز زي كذا؟ رنيم جلسه تقنعني تقول نسوي قزاز. على حسب صراحة مو مرة يحمس، لأنه ممكن مقابل للكسر. أي أحد إيوه، هل هو قابل للكسر ولا لا؟ يجيك طفل يخليك تكرهين اليوم. هذا البيت مو للأطفال أبداً. ما عنده أطفال عشان القزاز. إيه لازم يكون مرتفع أعلى من كذا. يا بس لو كذا بس شوف حتى الحمام نفس مساحة الحمامات حقتنا ولا؟ صنونة. أنت شايفة حاجة ولا أنت شايفة حاجة؟ مروش مع البالوعة. ايش في؟ صح ايوه ايش في يا اخوان؟ من هذه الاخطاء الواحد يتنرفز على اخطاء بسيطه زي كذا، ما ادري مين يصممها. ايوه يقعد يعدل. الموضوع عجبهم مره. او ماي جاد كذا ايش كذا خساره والله. بس يمكن الشيء العيب الوحيد الحمامات تصميمها مو حلو. هذه غرفه النوم، هذه كلوزت اكيد. الماستر بدروم والحمام اكيد كبير. مره جنن هذا الحمام. واو اه شوفي حتى هذا يسكر الباب. يا يصير الله يكرمكم مكان البالوعه اسمع لا مرحاض، مكان المرحاض يكون مقفل والمروش منفصل عنه. واو هذه فكره مره حلوه جميل. بس انه مساكين الحمامات حقت الغرف الزايده ما هي مره. اوه شوف الاطلاله حقت غرفه النوم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله جنن. وهنا سطوح ياي الله. هنا ما شاء الله اللي بيشترون البيت بيسوون لهم هنا جلسه. والجو ما شاء الله مره حلو الحين ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله ربي يهني صاحبه هذا البيت اللي راح يشتريه. تخيلوا يا بنات زمان قبل كورونا كنا أنا ورامي لما كذا بس نجلس ندور في الأحياء نتفرج وكذا، تخيلوا كنا نلاقي كذا البيوت عادي مفتوحة اللي معروضة للبيع أو شيء زي كذا، تكون مفتوحة وخلاص يعني من الصباح ولا العصر ولا الليل. الآن كل مرة نتصل على أحد يقول ليش كلمونا الظهر ولا العصر. إيش في شيء تغير إنه صارت ما هي مفتوحة في الليل، إنه عادي نقدر ندخل نشوف في الليل. تخيلوا جلسنا ندور أنا ورامي ونكلم ناس ما في فيلا مفتوحة. شفنا هذه شقق مفتوحة، شقق للبيع بنظام كذا زي الفيلا بس مصغر. ما تخن ترج في التشطيبات حقتهم. بسم الله فخامة ما شاء الله تبارك الله. هذه تشطيباتها مرة فاخرة صح؟ ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. او بوبو ايش هذا؟ اوكي الديكورات اللي برا احسها احلى من التشطيبات اللي استخدموها برا، احلى من التشطيبات اللي استخدموها بداخل الشقق. احس الاضاءه ضعيفه حتى. نشوف الحمامات نفس المشكله، الحمامات ضيقه. ايش غرفه النوم بس فيها لمبتين. ايش هذا حمام بقزاز؟
الساعة كله يا ولد يدخل الله يرضى عليك، خلص بسرعة وارجع عندك ربع ساعة. نفس المشكلة ضيق يا الله. اكس اكس خلينا نطلع. ما عجبني ولا شيء. نعسانة مرة كثير، بس في نفس الوقت أنا عارفة لو إني حطيت راسي الحين فوق المخدة ما راح أنام، حتى لو كنت على السرير ما راح أنام. المهم قبل تقريبا أسبوعين رحت على محل اسمه لولو هايبر، مو محل سوبر ماركت، أكيد تعرفونه. لقيت هذا الشيء اللي هو ميرانج، صح اسمه كذا ولا ميرانج ولا ميرانج، اللي هو بيض البيض مع سكر زي كذا، يتشكل بطريقة مرة حلوة اللي هي هذه كذا كأنها وردة كذا. تحبه وأنا صغيرة مرة مرة كثير، فلما شفته كذا قلت الله مرة ذكريات، فخلينا أخذ. الحين بفتحه. الماركة المفضلة حقتي توينينغز، قلت حقتي تلميحة ترى لكم يا توينينغز. شاي أخضر مع ليمون وعسل، حلو قبل النوم. بسم الله، حتى ما يحتاج أحط عسل ولا ليمون ولا شي، خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حقت الغلاية تسرب يا بنات، انكسرت. ولا هذه مويه، يعني مو انا احط المويه، يعني ما ادري ايش اقول، بس الله يستر لو انها تسرب، لاني توني اشتريتها، توني حرام ما ادري كملت سنه ولا لا، ما اعرف. لا استغفر الله، قبل كورونا، قبل كورونا كملت سنتين يمكن. في هذا سناك السهره حقي. أذوقها معاكم. بسم الله، إن شاء الله يكون طعمها زي زمان. بجلس في الأرض عشان كده، أحس إني قريبة من الكاميرا، أحس إني قريبة منكم عشان بصارف معاكم عن موضوع الفلوق اليوم. من أول ما تزوجت رامي هو دائما كان يتكلم عن هذا الموضوع، إنه أنا أبغى بيت، يعني يكون ملك، أنا أبغى يكون بيت خاص فيني، ما أبغى بيت أجار زي كذا. والله هذا الكلام أفتكره هو يحكيني كأنه أمس. السنين والله الوقت يمشي مرة بسرعة. عموما أنا مرة مرة الحمد لله متحمسة. زي ما قلت لكم في السيارة، إحنا بدأنا بنبدأ مرحلة التشطيبات يمكن خلال أسبوعين ثلاثة أسابيع بنبدأ، يعني خلاص. بس التشطيبات هذه بما إنها راح تكون إن شاء الله بإذن الله فيلا وعندنا أدوار، راح يكون يعني ممكن أحتاج وقت طويل، يعني راح نحتاج وقت طويل أنا ورامي عشان نحاول إنه نشطب كل شيء ونخلص كل شيء. التأثيث أو الأثاث ما أعرف. مرحلة تجهيز البيت الملك إن شاء الله راح تشوفونها في كثير فلوقات قادمة. نحتاج تقريبا يعني بالتقدير ممكن 6 شهور. نور متحمس، والله متحمسة بنات. لما رحت شفت البيت قبل أسبوع عيوني دمعت والله، بنات عيوني. يا رب يا رب يا رب يا رب أعطي كل الناس اللي يتمنونه، يا رب يا رب أعطي كل الناس اللي يتمنونه، يا رب يا رب. بس خلاص خلاص لازم بنهي الفلوق. أنا مرة متحمسة إني أخذكم معي في هذه الرحلة.
في رحلة استعداداتنا للبيت الجديد إن شاء الله. لكم تكونوا معي خطوة بخطوة، لما أطلع لمحلات أروح أثث، أروح أسأل أكثر أشياء حق التشطيب، أشياء زي كذا. لكم تكونوا معي حتى أنا بستفيد منكم، يعني الناس اللي بنت بيت وزي كذا سووا أخطاء بستفيد منكم. مرة شكرا يا بنات كل الناس اللي جالسة تدعمني وتحبني كثير. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، بليز 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 اشتركوا في القناة. أتمنى لكم أيام سعيدة وأحلام تتحقق يا رب لي ولكم. إن شاء الله أشوفكم على خير في الفلوق الجاي، ومع السلامة.